تشاهدون الآن. الكومباوند اللوكيشن والفيو بجد يخطف العقل زي ما بتقولوا. اللي بيشتري بيت هون مش عايز بقى يكون عنده شاليه على البحر أو عنده أكسس على البحر. اللي انعمل فيه إنه ب 6400 متر يطلع لك 80 وحدة سكنية، هو هذا كان أكبر تحدي. صناعة التطوير العقاري في لبنان أكيد بتواجه تحديات اقتصادية صعبة وتأثرت بالصراعات والحروب، لكن ما فيش جدال إنها صناعة كبيرة واستثماراتها ضخمة وفي قلب مناطق مذهلة، جبال وغابات ومنخفضات وهوى يرد الروح ومشاهد ولا أروع لشواطئ البحر الأبيض المتوسط. وبالمناسبة التصميمات المعمارية للمشروعات العقارية في لبنان ليها بصمة، يعني مجرد ما بتشوفها في صورة حتى بتعرف فوراً إنك في قلب لبنان. في بيروت الجميلة رصدنا جمال ورقي العمارة اللبنانية خلال زيارتنا لأحدث مشروع سكني بتنفذه شركة إليمنتس الرائدة في مجال الهندسة المعمارية والديكور، مشروع طبرجة هيلز، وهو مشروع عقاري سكني على مساحة 6400 متر، ورغم كده بيضم حوالي 80 وحدة سكنية وتنفذت بأجود الخامات وبتصميمات فريدة ووجهات كلها على البحر، يعني نموذج للعمارة اللبنانية الحديثة. المهندس المعماري دانيال حداد رئيس شركة إليمنتس للهندسة المعمارية والديكور قابلناه في قلب مشروع طبرجة هيلز في بيروت وعرفنا تفاصيل المشروع. اتكلم معانا في أسرار مهمة عن صناعة العقار في لبنان، ركزوا معاه. النهاردة وإحنا في طبرجة هيلز أحدث الكومباوندز الموجودة في منطقة طبرجة. الكومباوند اللوكيشن والفيو بجد يخطف العقل زي ما بتقولوا. الأسس الأساسية اللي بتبدأ عليها شركة إليمنتس لاختيار مواقع مشاريعها بتبتدي منين؟ هو أكيد أول شيء بده يصير في سايد فيزيت، يعني نشوف العقار من شو مكون، شو حسناته وشو سيئاته وشو في حواليه. هذا أهم عنصر أول شيء لحتى واحد يعرف يعمل سيلكشن للعقار. هلا هذا العقار أكيد فيه صعوبات كتير لأنه أرض منا كبيرة، هي 6400 متر تنعد صغيرة جدا لا تحمل 80 وحدة سكنية. الأرض 6400 متر. أوكي. يعني هذا فعليا هو تنعد كتير يسا صغير لحتى يطلع لك هالقد وحدة يعني سكنية. يعني فدان ونص تقريبا. تقريبا صحيح صح. يلي انعمل فيه إنه ب 6400 متر يطلع لك 80 وحدة سكنية، هو هذا كان أكبر تحدي. بس أنت قلت لي إن أنت قبل ما تطلع ب 80 وحدة الأرض والمشروع كان ليه قصة. هو انباع كرمال هيك. هو كان عليه دراسة لخمس بيوت. خمس بيوت بس. بس. وهذا كان إذا بدك الفكرة وراء إنه حتى يكون جود ديل. أوكي. وقتها أخذنا إحنا على أساس إنه خمس بيوت طورناه لحتى صار دراسته، يعني درسناه بطريقة حتى يكون تجاريا كمان منيح يعني بروفيتبل. أوكي. درسناه بطريقة يكون في 80 و80 بهيك أرض صغيرة، هذا كان أكبر تحدي. والثمانين عندهم كلهم أو فيو أو عندهم فاسيليتيز بطريقة يعني حتى يكون كلهم بينعاشوا فيو عالمي صراحة. هي الفيو اللي أدفنتج الأرض. أوكي. وفيها انحدار كتير قوي، منه سهل واحد يعمر بانحدار قوي. هلا يلي عملناه بطريقة صار فيه تراسمام نسمي، يعني تدرجات للبناء. أوكي. كل مجمع، كل قسم المجمع على ليفل، مش هيك كلهم ربحوا فيو، كل الشقق عندهم فيو. أوكي. وعلى الشمال والجنوب كمان عندهم فيوز اللي نسميه سايد فيو، كمان بيقشعوا البحر من كل الميلات، يعني كله شايف البحر، كله شايف. فرق الليفلينج ده في الانفراستراكشر بتاعت المشروع، البنيه التحتيه بتاعت المشروع، اعتقد بيبقى لها طريقه مختلفه في البناء. اكيد اكيد في لها دراسات، انت ترفع الميه لحد فوق او الصرف. الموضوع ده بتاع الجزء اكيد كله بده دراسات، بس انه هلا بكل بنا بكل ليفل من بنا في عنده انفراستراكشر له، في عنده موارد مائيه تبعيته موجوده تحت بالسفليات، يعني كله مدروس بطريقه اكيد يكون كل العالم مثل بعض تقريبا، كل الوحدات عندهم نفس الادفانتجز. هلا بهيك كومباوند لانه هو كومباكت عندك اربع ابارتمنتس بكل فلور، وهذا شغله عاده مش حلوه انه يطلع لك توصل على اليفيتر تقشع اربع ابواب حد بعض، بصير كتير يعني بيروح على المطرح شوي شعبي.
يلي عمل هو مثلا عمل اثنين عندهم مدخل حد بعض واثنين تانيين بجهة تانية، يعني بنفس البناية قسمتها جناحين، كأنه جناحين، كأنه هيك يعني بتقشع اثنين ميل واثنين تاني ميل، يعني صارت ما بقى في كثافة ابواب حد بعض. هيدا كمان شغلة كانت ادفانتج لها، وبتدي نوع من انواع الرقي للمشروع. اكيد، ما هو هذا المبدا، يعني اللي هو هذا عنوانه افوردبل لكجري، يعني عم تاخذ انت شيء لوكس بسعر كتير عادي، يعني بسعر الكوميرشال الموجود بالبلد. وهذا اذا بدك كان من ادفانتجز المشروع يلي انبيع بطريقه كتير سريعه، يعني بشيء مش طبيعي انبيعت قد ايه، لان العالم حبت الفكره كتير. أكيد لأن في معه فاسيليتيز، عندك بول، عندك جيم، عندك مطرح للأطفال يلعبوا، يعني أمن كل شيء للحياة الرفاهية الحلوة بطريقة هيك ذكية وناعمة. يعني ناس كتير من اللي اشتروا هنا كان بفكر استثماري، يعني هو إن هو بيشتري عشان يأجر، سواء بقى على بوكينج أو اير بي ان بي، لأن طبعاً لبنان إحنا كلنا عارفين هي بلد سياحية ومن السياحة قوية جداً، سواء صيف أو شتاء بيبقى فيه إقبال كبير على لبنان. لكن الناس اللي بتشتري for investment كلهم لبنانيين، ولا في جنسيات كتير بتيجي تشتري للاستثمار؟ لا أكيد في من غير جنسيات، بس الأكترية لبنانيين، بس يمكن الأكترية عايشين برات لبنان، يعني expatriates يعني، بس كلهم حابين يشتروا بلبنان. بتعرف يعني لبنان عليه طلب كتير بالريل استيت، وهو بلد صغير يعني بيحمل يعني كل العقار وين ما كان عليه طلب هلا. وهذا اهم بزنس كان بلبنان، انه الريل استيت هو بالعالم كله يمكن، بس بلبنان كثير عليه طلب لانه بلد صغير. وهذا مثلا عقار قريب للبحر، يعني اللي بيشتري بيت هون مش عايز بقى يكون عنده شاليه على البحر او عنده اكسس على البحر، بيعيش هون شايف البحر كله. صح، يعني هذا بيت صيف شتاء مرغوب يعني، وفاسيلتيز كلها قريبه، الهاي واي قريب عليه، يعني اللوكيشن ساعدت كثير، والاركيتكتشر اللي عمل فيها صار عنده كتير فاسيليتيز، وصار العالم تعيش مرتاحه فيه. انا شايف ان الاركيتكتشر، يعني احنا بنلف في لبنان، انا شايف طبعا ان في طرازات مختلفه، بس الاركيتكتشر ده حبه مودرن، يعني يدي احساس المودرن، والمودرن كمان مش كتير موجود في لبنان. صحيح، فبتحس ان هو الى حد ما يعني بتحس بيديك احساس ان هو مميز. صحيح صحيح، هو هلا الفكره منه هلا كل ابارتمنت بحس انه عنده بيت مميز عن التاني شوي، بقصص صغيرة يمكن، بس بتعطي واحد بحس انه بيته غير جاره شوي. ونعمل مثلا فريمز، هدول الفريمز بيعطوه برايفسي شوي لإله، بيقدر يستعمل سولاريوم نوعا ما، بيقدر يكون شوي لحاله، وعنده فريمينج للفيو، يعني كل واحد بيقشع فيو بطريقة مختلفة عن التانية، وهذا كان الشيء الحلو كمان، وبميز الاركيتكتشر من برا، ما يكون كله فلورز مثل بعض، يعني بتعطيه رونق كمان حلو للمشروع. التايبس اللي هنا مختلفة ولا كله بروتوتايب واحد او لا. نماذج موحدة؟ لا مختلفة، ليكون في يناسب تنوع. يناسب تنوع، يناسب طلبات العالم. بيبدأ من ايه بقى؟ بيبدأ من غرفتين نوم، يعني شقة ابارتمنت مع غرفتين نوم مع ثلاثة مع أربعة بيوصل لخمسة، يلي هن الديبلكسات العالية، يعني الطوابق العالية. وهنا الغرفتين بتبدأ من مساحة كم متر تقريبا؟ بيفضلوا 120 متر، الأفريج 120 متر هي لغرفتين نوم، 150 لثلاث غرف نوم، وبيطلعوا أكتر شوي. المهندس دانيال حداد هو أستاذ التصميم والهندسة المعمارية في جامعة روح القدس الكاثوليك في لبنان. خبرته بالسوق العقاري بتمتد لأكتر من 35 سنة، بدأها مع شريكة حياته المهندسة هنادي أبو جودة، وهي واحدة من مشاهير العمارة والديكور في بيروت، وأسسوا مع بعض من حوالي 13 سنة مصنع إليمنتس للأساس والديكور، واللي بيصدر منتجاته لأسواق العالم، وقرروا الاستثمار في قطاع التطوير العقاري بإنشاء مشروعات سكنية فريدة من نوعها لتقديم منتج عقاري عالي الجودة ومبهر التصميم. انتوا هنا بتبيعوا اوف لاند زي مصر، صح كده؟ صحيح. اللي هو لسه بتحفر الارض بتبتدي الناس تشتري. صحيح. ال- 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 العميل بيسدد ثمن الوحده على قد ايه؟ هلا عاده وقت كان في مصارف عم تشتغل مزبوط، كان عندهم ادفانتج على 15 سنه 12. لا انا بتكلم على الديفلوبر المطور. الديفلوبر هو وقت ببيع اوف بلان بكون في فتره اللي عم يشتغل فيها هو، يعني بتاخذ ثلاث سنوات او اربع سنوات يعني، وفيك تكفي لبعد ما يستلم يعني الابارتمنت. في ناس عم بتكفي كمان سنتين، يعني بيطلع شيء سبع سنوات تقريبا كلها سوا البيمنتس. لما العميل ابتدى يشتري معاك من اول يوم، ولما بدات البيع تقريبا السعر كان كام ووصل لكام دلوقتي؟ هلا اللي اشترى مثلا 150 الف دولار وصلت ل 250 الف دولار. الاشتراطات هنا لما بتيجي تخطط الارض، الاشتراطات مثلا في فوت برينت بتبني عليه، او نسبه بنائيه ببني عليها، ارتفاعات محدده، القوانين هنا معموله ازاي؟
لا اكيد في قوانين لكل منطقه شيء. هلا في زونينج عم نسميه، كل منطقه عندها اكثر من زونينج واحد، فهدول بس سهلين يعني بيعطوا استثمار منيح عالي. يعني هاي المنطقه مثلا فيها استثمار منيح، يعني الارض اذا عم تشتريها تنقول 6000 متر فيك تعمر فيها شيء 9000 متر تقريبا مع السفلي الاول، نحن بنعده هذا منه داخل باستثمار، يعني عم بيعطيك ادفانتج لطابق زياده. اوكي، مش هيك بتصير الكوست اوف يعني ثمن المتر المربع الهواء بنسميه اللي هو يعني قبل ما تعمر عليها الفار. صحيح، هذا بينزل كتير بهيك مشاريع، لانه اول شيء ساعة كميه كبيره بهذا العقار نفسه، وعندك سفلي اول منه داخل بالاستثمار، وعندك الروف ثاني طابق بالروف كمان ما داخل الاستثمار، ما بيتحسب. يعني عم تربح طابقين من اصل مع اربعه، يعني صار عندك ست طوابق بدل اربعه صاروا ست. يعني القوانين هنا بتحلك ان انت البيسمنت اللي هو المفروض ان هو الارض اللي تحت الارضي اللي عاده بيبقى عشان اختلاف منسوب الجبل. صحيح. فبيبقى واخد فيو، ما بيحسش ان هو بيزمن ابدا، والروف دول ما بيتحسبوا من الاشتراطات البنائيه. صحيح. يعني واكيد اللي بيزمنت يلي بينعمل فيه فاسيليتيز، يعني بعد المشروع في جيم، في نادي سوشيال كلاب يجتمعوا فيه الملكين، بيعملوا فيه سهرات عشوائيات، في بلاي جراوند للاطفال، هدول كله بصير منه داخل الاستثمار كمان يعني اكسترا. بما ان حضرتك اتكلمت على الجيم والسويم بول، الفاسيلتيز للكومباوندز الاكسكلوسيف اللي زي دي او الكومباوندز اللي بتبقى على مساحات صغيره، ايه الفاسيلتيز اللي العميل دايما بيدور عليها؟ طبيعي بدك تخلق له شيء لحتى يكون في رونق للمشروع وحياه، يكون هو عايز يعني يكتفي بالحياه بالمشروع. بهيدا مأمن تقريبا كل شيء بعزوه لحتى ما يكون عنده منزل تاني بيت تاني على البحر، يعني عنده الفاسيلتيز تبع البول، عنده شاورز ولوكرز اندر جراوند، يعني اذا عنده ضيف ما انه مضطر يطلع الضيف على الابارتمنت تياخذ شاور تيرجع من بعد ما يكون قضى نهار عنده، يعني بيقدر ياخذ شاور باللوكر بالمحل المخصص ويروح دغري لبيته. في الاطفال عنده مطرح بيلعبوا فيه امن، اكيد في كل شيء فاسيلتيز بعزوه للاداره للاجتماعات، ل عندهم سهرة عندهم عشاء، تنقل واحد ما بده يعمل عشاء ببيته، في صالة كبيرة في يستعين فيها يعمل فيها عشاء برايفت لإله، يعني هذول القصص يلي الأساسية بتنعاز يعني. والخدمات بقى الأساسية الكومباوند، مية، كهرباء، تليفونات، الكلام ده كله هنا أنت عامل شركة إدارة ولا بيتعامل مع المحليات أو الدولة؟ لا طبيعي بده يكون في شركة إدارة، لأن في 80 وحدة سكنية بدهم إدارة. بهيك مشاريع عادة بيكون في الإدارة تابعة للمشروع على عدد من السنوات، يعني بعدين يصير في انتخاب للجنة تانية بعد مثلا هون بعد 5 سنين بينتخبوا لجنة بيكون سكنوا كل العالم، يعني بينتخبوا بصير في انتخاب للجنة مالكين وبكفوا بالإدارة نفسها. بيكون أمن كل شيء، نحن أمنين كهرباء، مي، انترنت، تليفون، كل ساتلايت للتي فيز كله بده يكون أمن لحتى ما حدا يضطر يعمل يعوز شيء أكسترا. يعني شركة إلمنتس كمان بتقدر توفر الفرش، هتلاقي كتير طبعا بيطلبوا الفرش من الاليمنتس والانتيرير او الديكورات اللي موجوده هنا بلبنان. في انا ببيع اوف بلان، لكن كمان عندكم مبدا ان انت تبيع نص تشطيب ولا لازم يكون متشطب؟ لا نحن بنبيع تقريبا مشطب، بس اللي بحب يعدل شيء بيكون رجع للشركه نحن بنعدل له، اذا بده يغير باي نوع ماتيريال مثلا بيكون بالتنسيق معنا، يعني يا بده هو يغير بنعطيه اذن ليغير حسب مواصفات اللي حطينا او نحن بنغير له حسب طلبه يعني، بس عادة كله بيرجع لإلمنتس لحتى يكون كله منسق مع بعض وياخد النتيجة اللي بده إياها. يعني نحن بنساعده بالديكور وبالمفروشات مثل عم تقول. يعني أنا شفت فكرة عجبتني جدا، إن هي فكرة إن الروف عملت له برضه برايفت روم فوق الروف، يقدر تبقى عنده نوع من أنواع البرايفسي أو سبيس إضافي للبيت. صحيح. ده بيبقى موجود عادة في كل المشاريع اللي هنا ولا ده برضه ابتكار من ابتكارات إلمنتس هنا؟ لا هلا هو الروف موجود بلبنان، يعني مش بكل المناطق اكيد حسب الزونينج برجع بقول، يعني بس مش كل بيستفيد منه بهالطريقه، في ناس بحطوه ستورج بس، يعني لا نحن عم نستفيد منه للسكن، انه بيكون اكسترا للشقه اللي تحتها، يعني صار عنده سبيس اكثر، عنده غرف نوم، يمكن عنده بلاي روم لعائلته، يعني عم بيكون يعني للحياه ليعيشوا فيه يعني، وهذا كمان يكون ادفانتج للشقه العاليه يعني. وحتى الشقه يلي بالجاردن فلور في عندهم تحتهم كمان تابع لهم كمان قد تقريبا قد ابارتمنت تبعيته، بيقدر ينزل بدرج داخلي خاص له بكفي حياته تحت، اذا عنده مثلا نقول بلاي روم، عنده يمكن غرفه نوم تكون، وفي محلات لهم اوبننج لفوت عليها الشمس والضوء، يعني حسب بيضاعف المساحه. صحيح. انتوا متخصصين في الموضوع ده، بتعرفوا ازاي تضاعفوا المساحه للعملاء بتوعكم؟ نحن لانه لبنان برجع بقول لك صغير، المساحه كثير لها قيمه عندنا، يعني ما في انه مساحه تشسع. اكيد اكيد بدنا نستفيد من كل متر نحن بنقول. يعني المشاهد او العميل اللي بيتفرج علينا وحابب يشتري في لبنان او من جوه لبنان وحابب يشتري
وحدة عقارية، إزاي يعرف يختار المطور الصحيح؟ شوف هلا أكيد بده يعمل ريسيرش، يعني بده يطلع بالباك جراوند تبع الشركة اللي ورا المشروع. هيدا شغلة كتير أساسية، لأن في كتير مشاريع بنصها وقفت وصار في مشاكل كتير، وخاصة بالأزمات الاقتصادية اللي مرقنا فيها. مزبوط. بده يطلع بالباك جراوند، يعني شوف خلفية هالشركة، إذا عندها مصداقية، إذا سلمت مشاريعها، بشوف مسطرة شوي، يعني شو اشتغلوا قبل على الفينش، على طريقة التسليم. يعني بده حد يعمل شوي صغير الهوم ورك تبعه قبل ما يشتري. اكيد احنا هنا في منطقه طبرجه، انا دلوقتي لو انا في مصر حد قال لي ان في كومباوند شكله حلو قوي في منطقه طبرجه، انا اعرف منين ان المنطقه دي جيده للاستثمار؟ العائد على الاستثمار بتاع وحدتي هعرف اجر يجيب لي عائد كويس، حتى العائد على وحدتي من ارتفاع سعرها، انت بتقول لحضرتك ان كان بيشتري ب 250 الف دولار بقى ب 250 الف دولار في عدد سنين قليله جدا، اعرف ازاي اخش ازاي اذاكر ازاي؟ طيب هلا في بروكرز، اكيد في شركات للبروكرج. احنا بالمنتس في عندنا ديبارتمنت خاص هو للاستشارات للريل استيت، يعني في المنتس في استشارات للريل استيت، في استشارات للريل استيت، في كتير عملاء بيجوا لعنا انه احنا بنساعدهم بقرار يشتري ابارتمنت او يشتري عقار او كذا، لحتى ياخذ راي مهندسين اخصائيين ويعرف اي منطقه هي الانسب للاستثمار، انه هيدي شغله عطول بتصير عنا. وطبيعي واحد بده يسال، بده ياخذ وقت، بده يعرف اي منطقه بنقي، لانه في مناطق مثلا معقول تاخذ فيها مشروع ما يكون ناجح لانه المنطقه ما بتسمح، يعني عرفت يعني، كمان بده يكون واحد يعرف يعني يعمل جود سيلكشن. يعني اخبار السوق العقاري دلوقتي ايه في لبنان؟ هل في سرعه في البيع والشراء، او لو حد بيبيع ريسيل او بيشتري فيرست هاند من الديفلوبر، سرعه التداول او سرعه البيع موجوده؟ اخبار العقار هنا في لبنان ايه؟ شوف نحن قبل الأزمة الاقتصادية كان نمبر وان، رقم واحد يلي عم يشتغلوا فيه بلبنان الماركت كان العقار، كل العالم تشتغل كان عقار وما يلحق كان يصير في مشروع يكون نبيع المشروع. أكيد مرقنا بأزمة وقف كل شيء، العقار حتى نبيع كتير عقار بس لأنه كان في أزمة. يعني هلأ عقارية بالمشاريع العقارية اختفت الأزمة، رجعت الحركة تمشي مظبوط. أنا شايف الإعلانات تاني بقت موجودة والناس بتتكلم كلها على العقارات دلوقتي، كل عالم اللي عم تشتري، لأنه أحسن استثمار بين بلبنان هو العقارية، هو واحد يشتري عقار. يعني حتى لو يمكن كان في حيلا أزمة بلبنان بضل العقار يمكن جامد بس بيرجع بيطلع بعد شوي. دلوقتي هنزور مع المهندس دانيال حداد وحدات مشروع طبرجة هيلز، وبالمناسبة إلمنتس بتتعاقد مع شركات متخصصة لإدارة وتشغيل المشروع، وبتشارك في الإدارة لجنة من سكان المشروع لمتابعة وتقييم الخدمات، يعني أمانة وجودة وكمان التزام. ده نموذج من النماذج اللي انت بتقدمها هنا للعملاء بتوعك في بيروت. البيت ده أو الشقة دي مساحتها قد ايه؟ 120 متر مربع. هيدي 120 متر، غرفتين نوم، يعني غرفتين نوم، يعني صالون ومطبخ وصالون سفرة ومطبخ وغرفتين نوم وحمامين. ده حمام وده حمام ما بين الغرف، الغرفتين، وده الريسبشن. ريسبشن، الريسبشن تقريبا مساحته قد ايه الريسبشن هنا؟ حوالي 70 متر تقريبا. بس انتوا هنا عاملين فكره ذكيه بصراحه، انتوا حاطين المطبخ اوبن سبيس. اوبن سبيس، صح. نكسب اول شيء الوسعه اكثر وبنربح ده الفيو، يعني بصير كل الاستقبال بيطلع دغري للبنك. يعني حتى اللي قاعد لو احنا هنا عاملين دايننج تيبل او او ترابيزه سفره، يبقى حتى قاعدين على الفيو يخطف العقل. هلا في شغله عملناها كمان، صغرنا بلكونات اللي هي لغرف النوم حتى نربح المساحه كلها حتى للاستقبال. يعني صغرت البلكونات الخلفيه عشان تاخد ال ما حدا بيستعملها الخلفيه الفيو. بس هيدا بيستعملوها للفيو، للقعده، لسهره، للبريكفاست، كثير مهمه. يعني وانتوا هنا بتسلموا العملاء بالجبسون بورد وال صحيح صح، والامبينت لايت ده او الاندايركت لايتنج، صح كده؟ صحيح صحيح. ودي مواصفات التشطيب اكيد. احنا هنا تقريبا في الدور الكام؟ نحن بثالث دور هون. ثالث دور، بس احنا هنا من الدور الارضي وهو شايف البحر. بكل الطوابق هتشوف البحر، كل حته شايف المنظر الصريح ده، وكله بيطلع على الاصنام المشتركه هي السويمنج بول. يعني كله بصير فيه الحياه الحلوه، بعد يعني شو عم بصير في حركه بالمشروع هنا لما بتبنوا في بيروت. طبعا طبيعه الجو هنا مختلفه عن دول الخليج او دول المنطقه، يعني بلد في الشتاء شتاء وفي الصيف صيف، صحيح. هل بتعملوا عمليه عزل؟ يعني احنا دلوقتي ورا الدهان ده بيبقى فيه عزل مثلا علشان درجات الحراره ولا طريقه البناء هنا؟ كلمني كده عن طريقه البناء. الحيطان الخارجيه في طبقتين، تو لايرز، طبقتين حجر خفان بنسميه، وفي عزل بالنص بيناتهم بيرجع فيه تلبيس الحجر، يعني فعليا بصيروا ثلاث طبقات. ثلاث طبقات ومعزول من برا اكيد.
يعني قبل ما يتلبس حجر بينعزل، وبالنص بين الحجرين الخفين في عزل حراري لحتى كرمال السقعة والشوب لحتى يضل البيت بحرارة طبيعية مقبولة. يعني المكون المستورد من عملية البناء هنا بتبقى تقريبا كم في المية؟ هلا هي كتير، يعني في كتير قصص. هلا الألمنيوم صنع لبنان، صناعة لبنان إيه الألمنيوم؟ هلا أكيد البيتون والخرسانت البيتون، الحديد شغل برا، صناعة برا. أوكي. البيتون بينعمل بلبنان، الترابة تستورد من لبنان، تستخرج من لبنان، الحجر خفين من لبنان، بس البلاط القصص اللي يمكن الخشب من برات لبنان. أكتر الناس بيحبوا يشتروا غرفتين ولا انتوا عندكم ثلاثة وأربعة وخمسة؟ لا ما في إلا هذه قاعدة، لأن مش هيك عملنا اثنين وثلاثة، هي الأكترية اثنين وثلاثة موجودين بالمشروع. الأربعة والخمسة بصيروا الأقل شوي، بس الطلب أكتر بيكون على اثنين وعلى ثلاثة، هدول أكتر شيء. هلا الغرفتين بيعوا بالأول شهر كانوا بيعوا كل الغرفتين، اللي هن غرفتين نوم اللي كانوا معروضين للبيع. يعني أنا عايز أبص على التراس والفيو، لأن التراس فعلا كبير جدا. لسه مكملين جولتنا في مشروع تبرجة هيلز، أحدث كومباوند سكني بتنفذه شركة إليمنتس في بيروت، على بعد كيلو من البحر وارتفاع بيصل لحوالي 70 متر، يعني واجهة شايفة البحر بالكامل، وسعرها فعلا مذهل وعادل جدا. أنا شايف إن اللوكيشن هو البطل الأول للمشروع هنا. إحنا هنا على بعد قد إيه تقريبا من البحر؟ إحنا 500 متر تقريبا أو كيلومتر ماكسيموم عن البحر. وهنا ده يعتبر كومباوند جديد من وسط الكومباوندز اللي صحيح اللي موجود. صحيح صحيح. وارتفاعنا هنا تقريبا قد إيه على مستوى البحر؟ أولا 50 أو 70 متر بركي. 70 متر. ولو أنا بس عشان الناس تتخيل معايا، إحنا أقل منسوب على ارتفاع دي ايه واعلى منسوب للمشروع على ارتفاع دي ايه؟ يعني عندك من 60 لل 80 تقريبا، 20 متر فرق. فرق ليفل اكيد، لانه هو الارض منحدره كتير كانت، وكل البيوت اللي هنا في المشروع بتبص على الفيو ده. ابدا، هذا الفيو تقريبا بتشوفه كله، واذا بتعلى بعد بتشوف بعد فيو يمكن اكتر. هنا دي شطاره المصمم انه يعرف ازاي يطلع من الارض اللي هو عنده ان يبقى كل الوحدات عندها نفس نسب التميز. هو هذا كان العنصر الاساسي لينجح هذا المشروع، كان انه يكسبوا الكل اللي عندهم فيو. يعني انا وانا طالع هنا انا شفت يونت انتوا عاملين فيها فكره ذكيه جدا، ان هي عشان هي على مرتفعه، العماره مرتفعه، فاستغليت انت الحيطه السنده بتاعت المشروع اللي وراها وطلعت منها جنينه. صح، يعني صار الجنينه بقت في الدور الثالث. صح، بالرابع صار الروف. الدور الرابع جنينه، الروف عنده جنينه صار. هلا وهو الروف حتى بيكون طابقين، يعني عندك اخر ليفل رابع طابق والروف هن تو فلورز طابقين، التانيهم بيطلعوا على جنينة. يعني عشان الناس بس تتخيل معايا، احنا عندنا يونت في الدور الرابع، من الدور الرابع عندها الروف بيبص على البحر وعندها جنينة نظرا لارتفاع فرق الليفل بتاع ارض ارض المشروع. ارض البنايه اللي وراها صار. ودي بتبقى عبقرية المصمم. هذا هو القصص اللي بتميز بناء عن بناء تاني او مشروع عن مشروع تاني، هذا بتصير. هنا قوانين بقى حاسمه، ما لقيش بقى المخالفات اللي بتحصل قدامي. انا دلوقتي واخد الفيو بستمتع بيها، الاقي بقى مشروع طلع قدامي. لا، سؤال مهم الفيو. لا لك شو، وقت بنعمل دراسه المشروع ندرس مشروعنا ومشروعي اللي حدنا نحن، تنعرفوا قد ايه معقول يعلى تنحنا نضل متناسقين معه. يعني تدرس المشروع بتاعك وتدرس اشتراطات الاراضي اللي حواليك. صحيح، شو هو معقول يعمل بالمستقبل حتى انا اقدر اتجنب يسكر علي. مش هناك هذا العيار كان مثلا يلي شمال ويمين هن عيارات فاضيه بتضل. يعني كيف ما عندك فيو على الشمال ومن قدام كان مبين، يعني فرق الليفل يلي بالعقار استفدنا منه لحتى البنايه اذا طلعت بنايه قدامنا بتضل اوطى من الفيو، ما تسكر الفيو لعنا. الفيو بصراحه يحبس الانفاس زي ما بيقولوا بجد. طبيعه البحر قريب مني، الطبيعه الليفلنج او التضاريس الاسيا زي ما بتقولوا، وانتوا قدرتوا توظفوها صح لخدمه المشروع. انا شايف التنميه في المنطقه، مشاريع عماله بتطلع. أخبار كويسة سمعتها من حضرتك إن بتقول إن التطوير العمراني والتنمية العقارية رجعت تاني لبنان. صح، ونتمنى طبعا الخير للبنان والمصر وكل الوطن العربي، وإن شاء الله نقابلكم في مشروعات تانية كتير تكون بتطوير شركة إليمنتس. إن شاء الله. ونشكرك جدا. شكرا لكم. شكرا لكم. العمارة اللبنانية ليها أنمطها وطرازاتها وأفكارها اللي بتعشق الطبيعة وبتنجح دايما في استغلال خامتها، وده بفضل المبدعين من المصممين المعماريين اللبنانيين اللي أضافوا كتير للعمارة العربية. حقيقي ربنا يحفظ لبنان.
تشاهدون بعد قليل. احنا النهاردة بنحتفل بالمسابقة الوطنية ليو سي ماس. يو سي ماس زي ما احنا عارفين هو برنامج تنمية المهارات العقلية.